السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير تي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يوسف بلايلي، وين ثلاث أندية فرنسية تريد خدمات يوسف بلايلي. بصح برحمة الوالدين هادو الناس اللي راهم يوسف بلايلي في مارسي، يوسف بلايلي في ليون، يوسف برحمة الوالدين. أتريب لا أوغندا بركة، أتريب لا لعب ما يلعب ميتو ولا يلعب كما صاوا عليه يوسف بلايلي في ليون، يوسف بلايلي في مارسي، ما تالي ديروا عليه ضغوطات بلا ما تحسوا، ديروا ضغوطات على اللعابة بلا ما تحسوا. خو دير واحد الصوالح، خلي تتكمل البارتية لو دوز فانيك ماتش اميكو لو دوز، كي تفوت البارتية اخرجوك ما صاوا تغنوا. حنا نعرفوكم بلي راكم موجودين، يعني في مات يعني في مات باش تجيبوا الشامبيونات على اوروبا. قد ما تدخل اسيست وتدخل شاهد هدف عالمي شاهد منا، ايام بعد تدخلوا في السوق وصايك. هذه هي انتم راكم تحوسوا عليها. خلوا اللعابه نورمال على بان، خلوا يفوتوا هذو دو ماتش، باقي تما كيما دو ماتش باقي تاع تنزانيا على الخمسة تاع الشيا غدوة، وباقي لو دوز فانيك أمام إيران، ومن بعد دخلوا لنا تاع عطار رايح مانشستر سيتي، عطال الآخر راه ماهو تشيلسي، الآخر على بالنا لي ماناجر تاع الفيسبوك تاع اليوتيوب على بالنا كيفاش تخدموا. خاوتي خواتاتي روحوا دخلوا للرابط على بالنا بها هادي. يا بزاف وين راكم بيتزيدوها العبدي بات كاع اللعابة كاع ديتهم في أندية أبار. كان انتقال صح مقبل تاع فيا ريال، وكان انتقال تاع الاخر تاع كيسموه ديلور، كانوا ثلاث انتقالات. هذا ما كان كيما طحتوا على غازل 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 تشيلسي غازل ارسنال، ارتيتا يطلب راس غازل، ارتيتا منا بعد شاهد غوارديولا يلمس بن سبعيني قال لك ساي غارونتي. صح انتوما كنتو 2016 2017 نهار اللي سيموني راح مد الخامسة ونوض في الكاردو فينال في الوارد دوزيام لا كاردو فينال مع اتليتيكو مادريد لا كوب دو تشامبيونز ليغ، لايستر سيتي مع اتليتيكو من كملت البارتيه محرز قعد في التيرا، راح سيموني راح ربده ديغو سيموني هذاك راح ربده هذاك الارجنتين اللي قاضب اتليتيكو راح ربده قاعد يهدر معاهم. انه كون كنتو نتوما فما كومستو لليوم تهدروا عليها هذيك الخامسه، كومستو لليوم تهدروا عليها. راني عاقل حنا شفناها ما هدرناش عليها اصلا، ما راني عاقل انا هذيك كنا ما كناش بزاف في اليوتيوب ما هدرناش عليها نورمال. خاطش عليها قلنا بلي شوف قلنا لونترينار اعترف بمحرز، مش قلنا لونترينار بيدي محرز. ثم نهار اللي غوارديولا توشا بن سبعيني في ظهره سيمانه، انتم تهضروا على هذيك متوشا لا توشا هذيك متوشا هذيك مالكم وقتي. فاني قيم بلايلي لعب مليح، بلايلي في مارسي، بلايلي في موبيلي، بلايلي سوف يزامل بوداوي وعطال في نيس. كما كما كيما قال لك بلايلي فسخ عقده، جماعه دينه لاسبانيا، جماعه دينه في فرنسا، جماعه دينه البايرن ميونخ، جماعه داوه بروسيا دورتموند، جماعه داوه الطليان، جماعه داوه الانجليز. وين راح لبرست؟ خلوه راه قال روحو في برست راه يلعب. وقلت لكم النهار الاول النهار اللي راح يلعب الناس كما صاوا بلايلي غادي يسجل بلايلي، قلت لكم يا ودي والله بلايلي قارعوا له من وي ماتش وروح الغاديك، وشاهدنا من 8 تاع لي ماتش روح الغاديك بلايلي كيفاش طرطق كيفاش ولا يمركي ولا يلعب عادي. انتم ما تعرفوش بولون، انتم تما بانت لكم راح صايك صايك كي راح لبلاص غادي يدير التير، عاودي ما غاديش يلعب وحدو، غادي يلعب مع كونت ديفونسير كونت لادفيرسير كونت منهج تكتيكي واحد اخر كيفاش يحبسو كيفاش يديروا له لازم ماشي زعاقه صاحبي. حنا نعاودو نولو وين حسب يعني الباباه وين نهضر وين قال لك ثلاث انديه فرنسيه تريد خدمات يوسف بلايلي.
من كشف وكيل أعمال والد الجزائري يوسف ليلي عن عدة عروض تلقاها اللعاب على غرار نيس ليل وتولوز. وحسب يعني فقد أكد الوالد بليلي ومناجره أن نادي بريست يريد إبقاء على بليل في صفوف الفريق لموسم آخر، قائلا: رئيس النادي بريست اقترب مني بعد مباراة موناكو وطرح علي فكرة التجديد ونحن ننتظر العقد الرسمي، لحد الآن ما كان والو. وقال حفيظ بليلي أن ابنه يوسف تأقلم مع بريست وهو مرتاح رفقة عائلته ولا يمانع البقاء لموسم آخر، مضيف أنه لا خوف على مستقبل اللعاب. ولم يغلق المناجر بليلي الأبواب أمام عروض أخرى، حيث أكد أن كل الأندية يعني كل من الأندية نيس ليل تولوز تريد الاستفادة من خدماته والباب يبقى مفتوح إذ كانت طموحات رياضية أكبر. يا ودي خلي ولدك لا بغيت خليه في بريست، خاطر نتايا تكثر لي مناجر، شاهدناك تكثر لي مناجر، تقوي لي مناجر وتقوي الهضره، يعني الانديه كاين مين سيبو كيما هكا هذا الهود صاري يجبدوا روحهم بالخف. على هذيك خلي ولدك يلعب، خليه في بريست، المهم يبرد ولد، المهم نسيبو في ليكيب ناسيونال. هاي عنده شحال عنده 30 عام، خلي ولدك نسيبو حتى 3 سنين وحده اخرى ولا يعني ندمروا به من 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 الكاليفيكاسيون. غادي يمر 2023 تبدا الكاليفيكاسيون كوب دي موند، على بالكم بها؟ يعني مشيت من اكتوبر وقيلا ولا نوفمبر 2023 يبدا الكاليفيكاسيون كوب دي موند، خاطر غادي يروحوا 10، غادي يروحوا 9 يتأهلوا ديريكت، والعاشر يعني يلعب ماتش دو باراج، ما على بالنا لا يلعب هنا في يلعب في مع ايكيب من اسيا ولا ايكيب من اوروبا ولا ايكيب من امريكا، غادي يروحوا 9 والعاشر تلعب ماتش دو باراج. انا غادي يبداو من نوفمبر وقيلا نوفمبر 2023 غادي يبداو نوفمبر 2023 غادي يقلو. اما لا نوجدوا من دروك كل مازال الحال، ماشي مازال الحال، دروك لازم نوجدوا ومن بعد تدخل كوب دافريك نلعبوا كاليفيكاسيون تاعنا. غادي ما نكونوش مع التوالا، نكونوا مع الولا، غادي نكونوا مع الولا. على ذيك يجب صناعه يعني منتخب من اجل التنافس على ورقه تاشيره التاهل كاس العالم، هذه بالتالي كاع. على ذيك نقولوا يا ودي انا تاعني خلي ولدك خليه يبرد، رانا نبردو معاه، خليها ود عمي خليه، لا بغيت ربي يخليه، خلي ولدك لا بغيت ربي يخليه يلعب. باين تلو 6 في 7 6 في 7 يا ودي شتها على بالي خويا، واش راني درت عليها تاع طارق دياب هذاك تاع تونس، راني درت عليها رضا خويا، صحيت على هذيك. ما تنجمش يمشي ما عاودي هذا قال لي يعطينا التشكيله، يا ودي التشكيله دروك على بالنا التشكيله خويا. انا الحاجه اللي راني نشوف فيها بالك كاين زوج بالك بن سبعيني ما يلعبش، بالك غادي يلعب طوبا 3، يلعب بدران في اللاكس ويدير في بلاصة يعني ويدخل يعني يقلع بين يقلع زروقي ويدير بن دبكة، هادي هي. و رجعتو هنا شنو قلت لي، هنا ينجم يدير بين تبقى بين رشيد غزال ادم الناس، هادو اللي تبقى بيناتهم حاجه وحده اخرى والله ما نجم نقول لك. هذه تشكيله ما بالك ما يقلع زغبه يخليه، انت دير لي زغبه دير لي بصح بالك بصح كيما تقول لي بلي الجود زدادقه وحميش ما شكيتش ما نعرف لونترينر هو اللي يشوفه، حنا نهضروا بصح لونترينر هو اللي يشوف.
لونترينا هو اللي يشوف ماشي حنايا. يسهل حنا المهم منتخب انا المهم يفوزوا صايي حوز حاجه يربحوا صايي.